الفنك أو ثعلب الصحراء هو أحد أنواع الثعالب الصغيرة الحجم والذي يعيش في الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا وبعض أجزاء شبه الجزيرة العربية، والذي يتميز بأذنين كبيرتين جدا. واسم فنك هو اسم عربي فصيح يطلق على عدد من الحيوانات الفروية. يعتبر الفنك أصغر أنواع فصيلة الكلبيات جميعا، وهذا هو التصميم المعتمد في دورة الشان 2023. تعليقات واش كاين اوجه شبه بين حيوان الفنك وهذا التميمة. نتلقاو فيديو اخر.